أودع المتنبي الزمن هذه القصيدة الصارخة بعد أن ماطله كافور طويلا ولم يسلمه الولاية التي كان قد وعده بها، ثم مضى عنه، بل مضى عن مصر بأسرها. عيد بأية حال عدت يا عيد؟ بما مضى أم لأمر فيك تجديد؟ أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. لولا العلا لم تجب بي ما أجوب بها، وجناء حرف ولا جرداء قيدود. وكان أطيب من سيفي معانقة أشباه رونقه الغيد الأماليد. لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد. يا ساقيي، أخمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيل؟ أصخرة أنا؟ مالي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد؟ إذا أردت كميت اللون صافية وجدتها، وحبيب النفس مفقود. ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه أني بما أنا شاك منه محسود؟ أمسيت أروح مثر خازنا ويدا أنا الغني وأموال المواعيد. إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود. جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود. ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود. أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد؟ صار الخصي إمام الآبقين بها، فالحر مستعبد والعبد معبود. نامت مواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشمن وما تفنى العناقيد. العبد ليس لحر صالح بأخ لو أنه في ثياب الحر مولود. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي فيه عبد وهو محمود. ولا توهمت أن الناس قد فقدوا وأن مثل أبي البيضاء موجود، وأن ذا الأسود المثقوب مشفره تطيعه ذي العضاريت الرعاديد. جوعان يأكل من زادي ويمسكني لكي يقال عظيم القدر مقصود. ويل منها خطة ويل مقابلها، لمثلها خلق المهرية القود. وعندها لذ طعم الموت شاربه، إن المنية عند الذل قنديد. من
علم الأسود المخصي مكرومة، أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ أم أذنه في يد النخاس دامية؟ أم قدره وهو بالفلسين مردود؟ أولى اللئام كويثير بمعذرة في كل لؤم، وبعض العذر تثنيد. وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل، فكيف الخصية السود؟